عم تسأل بجوز بشهر رمضان أنا صايمي وصايمي اخضي لعلي القديمات، يعني بتنوي صيام رمضان وقضاء الشيء القديم، هل بجوز؟ لا ما بجوز يا جماعة، ما بصير. شو قالوا العلماء؟ قال العلماء رمضان وقت لا يسع غيره، يعني ما بصير تدخل ني تاني في رمضان، ولا ني، لا كفارة ولا نذر ولا قضاء ولا نافلة. يعني أنت برمضان ما بتصوم ني تاني غير رمضان أبدا، نيتك الوحيدة صيام شهر رمضان. أما الآن بدي والله صايرة وصايرة أنا الآن صايم، لا ما بصير يا أحبابنا، ما بصير تدمج نيتين في شهر رمضان. ليه؟ لأنه وقت رمضان ممتلئ لا يسع غيره أبدا، نية واحدة في شهر رمضان هي نية صيام شهر رمضان لله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إنه هو الرحمن الرحيم.